أبدأ وأقول أحلى وأجمل صلاة على المختار سيد الأبرار. رسالة من قلبي لكل القلوب، القلوب اللي لسه فيها خير والقلوب اللي يمكن تكون ماتت. اوعاك تبقى قاسي على اللي منك، اوعاك تبقى طماع وبتاكل حقوق الناس، لان الحقوق مردوده. خليك عارف ان الحقوق مردوده. خليك مع الفقير هتعيش امير، وخليك عارف انك النهارده بصحتك، النهارده انت بصحتك. يبقى لازم تروح تسال وتراعي اللي بيمر بازمه او مرض. هي دي القلوب اللي لسه ما ماتتش. وحاول ما تجرحش في الناس علشان تبقى عارف انك بكره ممكن تنجرح. بنعيش وسط ناس قلوبهم ما بقاش فيها رحمه. يقولك اصل انبوبه الاكسجين كانت قبل الازمه بألف جنيه، النهارده ب3000 و4000. انت متخيل انت بتتكلم على ايه؟ دي روح، دي اغلى حاجه عند ربنا. بس انت حمار ما بتفهمش. القلوب بتاعتك خربانه. انت بتحارب الناس في ايه؟ خليك كسبت وفي ناس ماتت. قلبك نشيله ونحط مكانه حجر. عارف ليه؟ علشان انت بتتاجر بأرواح الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عارف أبدأ معاكم ازاي وأقول الحال ينصلح ازاي. الحال ينصلح بإيده هو، من عنده هو، بإرادته هو. هو اللي بيغير القلوب وبيصرف القلوب، يصرفها كيف يشاء. يا رب صرف قلوبنا ووجه قلوبنا للخير والحب، وما تخليناش قاسيين على بعض، لحسن بقينا وحشين قوي. تخيل طفلة بتموت عشان ما فيش أكسجين. تخيل حضرتك في ناس بتموت عشان في نقص في الأكسجين. لا والله، ده مش نقص في الأكسجين، ده نقص في الرحمة، ده نقص في الضمير، ده نقص في الأخلاق، ده نقص في الدين. لما الناس تموت علشان الأكسجين، سبحانك يا اللي اديتنا الأكسجين ببلاش، سبحانك يا اللي خلتنا نتنفس واحنا مش واخدين بالنا ان دي اعظم نعمة. بس قلوب البشر حجر على بعضهم. مش عارف الناس اللي بتتاجر بأرواح الناس دي قلوبها فين. صعبان عليا بكرة تخشوا القبر وهيبقى قبر، وهتتمنوا الرحمة وهتقول يا رب ارحمنا. هو رحمن رحيم. بس زي ما تعبتوا الناس هتتعبوا.
أنا بوجه عناية كل واحد مصري شريف بيحب البلد دي يراعي ربنا في أرواح الناس، ويعرف إن أرواح الناس دي أغلى حاجة عند ربنا. لو تقدر تساعد محتاج ساعده، لو تقدر تقف مع فقير اقف معاه، لو تقدر تساعد مريض اقف معاه، لو تقدر تساعد يتيم، لو تقدر تساعد اي واحد ساعده، عشان ايد المساعدة تنزل لك من عند ربنا. انت مش عايش لوحدك يا غني يا اللي معاك فلوس، خليك رحيم بالناس. فين قلوبنا؟ مش متخيل والله، مش متخيل، بقينا أنانيين قوي. الأنا عندنا عليت قوي، والرحمة زيرو، صفر، مفيش رحمة. وتيجي تكلم الناس، دي بقى المصيبة الأكبر. فين يا ابني الكمامة؟ يقول لك ما تقلقش ما تقلقش، ده انا شايلها في الدرج اهو. درج مين يخرب بيت دماغك؟ درج مين؟ انت ما بتفهمش الموضوع كبير. انا مش بهول لك، بس دي الحقيقه، دي الحقيقه اللي انت مش واخد بالك منها. فين يا ابني الكمامه؟ ما تقلقش يا عم، هي في جيبي. جيبك بتعمل ايه؟ هو احنا مدين قايلين لك الكمامه عشان تشيلها في جيبك، عشان تحطها في الدرج؟ ما تقلقش. تسأل واحدة هانم من الهوانم، فين يا ماما الكمامة حضرتك؟ تقول لك ما تقلقش في الشنطة. بتعمل ايه في الشنطة يا هانم؟ انتوا مش متخيلين الموضوع شكله ايه؟ انتوا مش منتبهين، ولا انتوا واخدين الامور كده هتفضل كده؟ تلاقي واحد لابس الكمامة في قفاه، اه والله لابس الكمامة وعادلها على قفاه. انا نفسي بقى اروح لطشه على قفاه على طول، مفيش حل غير كده عشان يفوق. اه والله يا ابني، هو هي دي ده انسيال لابسه في ايدك تحطه في قفاك ولا تحطه على صدرك؟ يا ابني احنا في ازمة يا حبيبي، التعليم وقف في مصر، الناس بتتعلم في البيوت دلوقتي يا حبيبي، محدش بيروح المدارس ولا الجامعات يا حبيبي، الناس بتخش المساجد لازم بالكمامة وفي تباعد. ايه انت مش دريان بالدنيا؟ وتيجي تكلم واحد، انا بصراحة يعني، تقول له حضرتك الكمامة، يقول لك يا عم خليها على الله. يا ابني هو حد قال لك ان احنا مش مؤمنين؟ حد قالك ان احنا مش موحدين بالله؟ حد قالك ان احنا من دين تاني ما نعرفش ربنا؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى نفسه الكريم العظيم في الكتاب الكريم وفي كل الاديان بيقول خذوا حذركم، انتبهوا، خذوا حذركم. النبي ربنا اللي بينبهنا، وسيدنا النبي، وفي كل الأديان في تنبيه على البشر، في أشياء مخيرة وفي أشياء مسيرة. لما حصل أزمة الأمراض في عصر النبي وفي بعض العصور اليونانية، ما كانش في حل غير إن هم ينعزلوا، الناس تنعزل عن بعض عشان الأمراض ما تنتشرش. يا إما أنتوا مش جريانين بالدنيا. أنا عايز أقول لحضراتكم، عشان أنا زعلان قوي وغيري زعلان، لما تيجي تقول لي خليها على الله، أقول لك متشكر، هي على الله من قبل ما أشوف وشك، من قبل ما أعرفك. أصل أنت مش مؤمن وأنا كافر يعني؟ لا أنا مؤمن يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، وأعرف ربنا أحسن منك، بس أنت راجل جاهل. لما تقولي خليها على الله وما تلبسش الكمامة
وتاخد الامور كده وعادي. يا حبيبي ده في مصايب، يا ريت تدخلونا الدكتور اسلام مدير الرعايه يا جماعه. الو، طيب على ما يجي الدكتور اسلام جوده نسمع منه المهازل اللي بتحصل، واخد بال حضرتك؟ لانه مدير رعايه في مستشفى العزل، في مستشفى امباب العام. تسمع بلوى من البلاوي النهارده، حاجه فوق الخيال. البرازيل، كلنا يعرف البرازيل بس نعرفها في ايه؟ الكوره. نعرفها لان هي دوله عظيمه في لعبه كره القدم، متفوقين. لكن ما نعرفش ان البرازيل من الدول العشرين اقتصاديا على مستوى العالم، بس للأسف بسبب أزمة كورونا الحالية البرازيل، رئيس البرازيل النهاردة بيعلن ان دولته فلست. البرازيل فلست، البرازيل احد العشرين دولة على مستوى العالم في الكيان الاقتصادي، بتعلن النهاردة من خلال الرئيس البرازيلي بولسونارو، بيعلن ان دولته فلست ومش قادر يعمل حاجة. قال لهم ما فيش حاجة بإيدي، كان نفسي ازود الدخل. بيقول لهم كان نفسي ارفع مستوى المعيشة بس كورونا دمرتنا، مش قادر اعمل حاجة. بيعلن النهاردة الرئيس البرازيلي على الهوى، تخيل لما يقول دولتي فلست، احمد ربنا على النعمة اللي انت عايش فيها، احمدوا ربنا على النعمة اللي احنا عايشين فيها وبنتنعم فيها. كورونا اهلكت البرازيل، دمرت الاقتصاد البرازيلي. وخلي بالك الراجل ده صريح، ما خافش وطلع للإعلام وقال الدولة فلست، ما خافش. وأنا بحترمه، خلي بالكم الرئيس ده بولسونارو ده من أقوى رؤساء البرازيل ومحبوب جدا وله شعبية فائقة في البرازيل، وبالرغم من شعبيته بينهزم اقتصاديا. يبقى الشعبية ما بتعملش حاجة. الشعب بوعيه وانضباطه، عارفين كم حالة وفاة في البرازيل؟ دكتور اسلام دخل معانا ولا لسه يا جماعة؟ طيب تعرفين كم في كم حالة وفاة في البرازيل؟ 198 ألف حالة وفاة في البرازيل. ارحمنا يا رب. الو الو يا دكتور. طيب هنرجع تاني لحضراتكم مع الدكتور اسلام جود. بيقول لهم كان نفسي ارفع مستوى المعيشه وانزل الضرايب شويه بس جالنا اللي ما بيرحمش، الكورونا دمرت كيان دولة عظيمة اسمها البرازيل. سامعني انت كده؟ اه سامعك انا كده كويس جدا. دكتور اسلام معانا يا جماعة؟ اه يا دكتور. مع المستشار، ازي حضرتك؟ منورنا يا دكتور اسلام. منور حضرتك يا دكتور. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله اتفضل تمام. الو؟ يا فندم. صوت يا جماعة، صوت في الاستوديو. ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ ازي معلش. أنا عايز أعرف الـ حضرتك، يعني ربنا يبارك لنا فيك، حضرتك مدير رعاية في مستشفى امباب العام، و و و والأمور يعني بتشوفها رأي العين، أنت شايف إيه المهازل اللي قدامنا؟ الناس اللي مش مستعنية الأمر واخدة الأمور بعنجهية وعدم انضباط وعدم التزام. بصراحة بتظهر من الصوت يا جماعة.
استغراب بصراحه من بعض الناس وعدم التزام بالتعليمات اللي كل دي وزاره الصحه بتنبه عليها في كل حته. والله منبهين ماسكات، التباعد الاجتماعي، الناس يعني عامله مجهود رهيب، بس في ناس ما يعني بصراحه ما بتسمعش الكلام ده وما بتقدرش خطوره الموضوع الا لما بيشوف بقى يعني ايه بني حاله، حد قريبه، حد جاره، حد كذا، يبدا يقتنع بقى بالكلام. طيب انا عاوز اعرف من حضرتك، بمناسبه ان حضرتك معايا، في ناس اكتشفنا مؤخرا، وده شيء بقى يعني ظاهر لينا، ان في ناس حامله الفيروس وليس عليها اعراض، مفيش اعراض باين عليها. ده مش مؤخرا، ده من بدايات فيروس كورونا. هو 80% من الناس اللي هتتصاب اصلا عيان بنسميه احنا اسيمبتوماتيك، يعني عيان بدون اعراض، ما بيعانيش من اي حاجه، ولا كحه ولا ضيق تنفس. طب ولا ما هي دي مصيبه برضه يا دكتور، هل الناس دي ناقله للفيروس؟ طبعا انا عاوزين طبعًا. بقى نوضح للناس الجزئيه دي، يعني انت طبعًا. ممكن والعياذ بالله واحد يكون حامل للفيروس ومش ظاهر عليه وبينقل للناس ولا المصيبه اي دي؟ حاجه، ولا ظاهر عليه ولا اي حاجه، جهاز مناعته قوي، هو ما فيش اي حاجه ظاهر عليه، ولكن ينقل الفيروس او ينقل الفيروس. طيب امال ليه الوزاره بتنادي كل ثانيه وعن طريق كل وسائل الاعلام والسوشيال ميديا وكل حاجه، يا جماعه التباعد الاجتماعي، يا جماعه غسيل الايدي، يا جماعه كذا، يا جماعه كذا، ما بتقولش للمصاب، بتقول لكل الناس. طيب الحالات اللي عند حضرتك في المستشفى او بصفه عامه، يعني نقدر نقول ان الفيروس اقوى من السنه اللي فاتت، ولا الامور فيها ايه؟ ممكن افهم من حضرتك الجزئيه دي؟ والله يعني على الموجه الثانيه دي انا شايفها يعني في نفس درجه الموجه الاولانيه، هو اللي بيفرق بس الفصول، يعني دلوقتي فصل الشتاء بيبقى فيه دايما يعني المناعه اضعف. المناعه اضعف. طب نقدر يعني الناس العاديه اللي هي اللي يعني ربنا يرحمنا جميعا ويعافينا، اللي هي لم تصاب، تقدر تحافظ على نفسها ازاي؟ يعني في موضوع الاكل بالذات، غير نظافه الايد والكمامه والحاجات دي. الاكل دايما طبعا الاول الحاجات طبعا الارشادات اللي بننادي بيها كلنا ووزاره الصحه وكل حاجه، من تبع الاجتماعي، الماسكات لكذا لكذا، غسيل الايدي، الوجه، الكلام ده كله. الحاجة التانية الأكل، دور دايما على هيلثي فود، يعني دور دايما على أكل صحي، خضار كتير، فواكه، خضار كتير بيفرق طبعا، خضار كتير طبعا، دايما الخضار والفاكهة دول ريتش بالفيتامين سي ودي ودي، الحاجات اللي بتساعد في جهاز المناعة بتاعك يبقى أقوى. ودايما الحاجات اللي مش هيلثي يعني جنك فود او اكل الشارع او يعني نبعد عن اكل الشارع يعني؟ من دول بس يا باشا. طيب ما هي كده مش عارف نقول للناس اللي فاتحه محلات ايه، بس طبعا الاكل بيفرق في كل حاجه، نومك بيفرق. طيب هو في سؤال جوهري يا دكتور، في سؤال جوهري اتفضل. عايز اقول خلي واحد، ربنا يعافينا ويعافي كل مريض، حمل الفيروس من واحد ولسه ما ظهرش عليه الاعراض، تمام، ازاي يقدر يتحكم في الفيروس ده ما يوصلوش لمرحله، والعياذ بالله، يا رب تشفي كل مريض يا رب وترحمنا وتسترنا، ما يلحقش يتصاعد معاه، يعمل حتى لو هو ما حسش، يعمل ايه بسرعه؟ هو لو ما حسش يعني هو ده المتبع، ان احنا زي ما قلنا الحاجات اللي لسه برضه حضرتك بتقول عليه، يعني هنهتم باكلنا شويه، هنهتم بالحاجات اللي تزود دايما مناعته. ده سلاحك الاول، سلاحك الاول واقوى سلاح هو مناعتك، ان انت بتحافظ على مناعتك بكل الطرق. في الشتاء بالذات تحاول مثلا ما تتعرضش للحاجات العاديه اللي كلنا عارفينها. طب بما ان المصريين يعني عاشقين للفول والطعميه والحاجات دي، هل دي بتساعد لتقويه المناعه؟ لا 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 لا. طب الناس هتاكل ايه يا دكتور؟ الناس غلابه برضه، في ناس على فكره هو اكل صحي مش معناه اكل غالي، هو مش ده المفهوم خالص. طب هو الخيار والطماطم والحاجات، يعني ده خضار موجود في كل حته وكلنا بناكل الخضار عموما، يعني الخضروات، انت بتبعد عن الخضار وبتاكل رز كتير، بتبعد عن الخضار مثلا وبتاكل مكرونه كتير، بطاطس كتير، ده ملوش دعوه يعني ان هو غالي. اصل انا بكلمك على طبيعه الشعب المصري، يعني الناس كلها بتاكل فول وطعميه وبتنجان.
مش صح على جميع المستويات يعني، مش صح. يعني اكيد له فوائد تانية، بس كاسم لا، في حاجات افيد بكتير، وفي حاجات يعني احسن بكتير من انك تاكل فول وطعميه يعني، مش ده. طيب الدكتوره هاله زايد، هقطع حضرتك، الدكتوره هاله زايد النهارده بتعلن مبادره السيد الرئيس، وبتقول ان في دكاتره على مستوى الجمهوريه هينزلوا للناس، كل الناس في المحافظات اللي هم في عزل منزلي. هو بامانه والله يعني مش شكرا في حد او مجامله لحد، دكتور هاله وجميع القيادات في الوزاره وكل المسؤولين بصراحه كلهم مجهودات رائعه. موفر لكم يعني، معلش حضرتك معايا الهوا بدون كذب، موفر لكم كل سبل الراحه وسبل العلاج للناس. والله يعني الناس بصراحه يعني بصفه مستمره معانا، كل حاجه. انا عندنا المستشفى يعني هي مستشفى عام، كل يعني وسائل الوقايه موجوده، لو في اي حاجه احنا معاكم، لو عايزين اي حاجه اطلبوها، محدش بيتاخر علينا بصراحه. بما ان حضرتك بيتاخر على المرضى، المريض متوفر له العلاج كامل بفلوس يعني ولا من غير فلوس؟ لا مجاني كله. طب وكمان هل ادويه يعني، هل منعتوا حد؟ معلش يا دكتور وانا معاك على الهوا، هل جالك مريض في يوم من الايام في المستشفى ومنعته من الدخول؟ محدش يقدر يمنع حد، لا انا ولا غيري ولا اي حد يقدر يمنع حد من الدخول. والحمد لله يعني الامور في مصر يعني سواء في الموجه الاولانيه او في دي كان يعني فيها سيطره الحمد لله احسن من دول يعني عظمى ومن دول كبيره. الحمد لله الحمد لله، احنا بنشوف بعينينا. طب يعني انت شايف ان ده الشعب المصري يعني الحمد لله الحمد لله الاجسام عندنا اكثر مناعه من دول اخرى يعني؟ لا احنا على قول كده الناس هتنزل الشارع بكره من غير اي حاجه وهيقول لك خلاص كده. لا لا بفهم بس يعني كدا. يعني انت لا خلينا لا خلينا ماشيين جنب الحيط احنا. طيب احنا طيب كويسين. طيب لا لا خلينا، لكن انت بتبشرنا ان شاء الله الموجه هتعدي والدنيا هتبقى كويسه ان شاء الله. باذن الله باذن الله هتعدي وهتبقى يعني مصر من احسن الدول في العالم اللي اتعاملت مع الفيروس الحمد على لله. الحمد على جميع المستويات، سواء على مستوى البروتوكولات اللي نزلت، على مستوى توفر يعني كل الخدمات. طب اللقاحات، بمناسبه اللقاحات يا دكتور، انتوا عندكم في المستشفى بتدوا لقاح ولا لسه؟ لا اللقاحات لسه ما جاتش يعني، لسه ما جاتش. طب انتوا ما خدتوهاش كجيش ابيض؟ لا لسه بصراحه احنا لسه ما جاتلناش. طيب ان شاء الله ان شاء الله قريبا جدا. يعني عارفين ان هو قريبا جدا بس لسه ما حدش فينا. طيب نسال ربنا التوفيق والتيسير. كان معانا الدكتور اسلام جوده، جندي من جنود الجيش الابيض في مصر، ربنا يحفظه ويحفظ كل اطبائنا وممرضاتنا وممرضينا وكل الناس اللي بتساعد على راحه وارواح الناس، يا رب تحفظهم يا رب تسترهم يا رب تعينهم. متشكرين يا دكتور اسلام. نيجي بقى بسرعه ونعلق على، يا ريت يا جماعه تجهزوا لنا الاستاذ صفوت عمران مدير الشؤون السياسيه بجريده الجمهوريه، لان في حدث النهارده من الاحداث المهمه او في احداث على الساحه في غايه الخطوره او في غايه الاهميه والعالم كله بينظر اليها من الثقب. الحدث الاول هو حدث الانتخابات الامريكيه وتوليه الرئيس بايدن اللي هو نجح في الانتخابات الأمريكية، ووجود بعض المشادات ووجود بعض التناقضات ووجود بعض المضايقات من بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي واعتراضهم على نتيجة الانتخابات، وتظاهر بعض الأمريكان أمام الكونجرس النهاردة. الأستاذ صفوت عمران، تحياتي لحضرتك يا أستاذ صفوت. مساء الخير، مساء الخير على الأستاذ المسؤول. إزاي حضرتك يا صفوت بيه؟ ألو؟ معاك. الأستاذ صفوت عمران، بما إن حضرتك يعني تختص بهذا الشأن، ماذا يجري في أمريكا؟ الأمر في
امريكا باختصار يعني المتعارف عليه ان الانتخابات الامريكيه تستوجب او تحتاج الى فتره اعتراف الساسه في الانتخابات بنتيجه الانتخابات، لكن ما خلص الانتخابات الاخيره التي يعني فاز فيها جون بايدن مدينه في المجمع الانتخابي، انه هناك رفض من ترامب الاعتراف بالنتيجه اتجاه بشكل واضح منذ البدايه. ان يا ريت الصوت يا جماعه في الكنترول الصوت بس يلا شويه معاك اتفضل يا صفوت بيه معاك. وان تم التلاعب في النتيجه بشكل كامل. كل الخطوات اجريت اللي تثبت فوز بايدن بنسبه 6 صوت في المجمع الانتخابي بشكل مريح. اليوم تم تصديق الكونجرس الامريكي على هذه النتيجه، وبالتالي لم يعد امام ترامب اي فرصه وفقا للدستور الامريكي للرفض نتيجه الانتخابات. لكن فيما يبدو ان انصاره كان لهم راي اخر. نشاهد لاول مره في التاريخ الامريكي اقتحام المتظاهرين لمقر الكونجرس الامريكي ومقر السلطه في واشنطن. ده بينذر بفوضى حقيقيه. يعني هل تتوقع معايا يا صفوت بيه ان تحدث فوضى في هذه الدوله العظمى التي تتحكم في اقتصاديات العالم؟ بلا جدال المساله ربما تكون لدى البعض مستغربه، يعني الجميع نعلم تماما ونتذكر ما يسمى بالربيع العربي في المنطقه العربيه والتدخلات الامريكيه الهدامه في مختلف دول العالم. لم يكن يعني يذهب بذهني الى فكره ان تتجرع امريكا نفس كاس الفوضى. لكن فيما يبدو من يعني تحركات الرئيس الامريكي الخاسر دونالد ترامب وانصاره خلال الشهرين الاخيرين انه سوف يذهب الى النهايه. الحقيقه ان ده مش كان وليد الانتخابات فقط، وانا قلت في 28 اكتوبر الماضي احداث اليوم من اجراء الانتخابات ان بايدن سوف يفوز بالانتخابات وترامب لن يعترف. قراءة لتصريحات ترامب قبل الانتخابات ب6 شهور اللي كان بيتكلم فيها وبيدي ايحاءات بان الانتخابات الامريكيه سوف تدور، ان الديمقراطيه الامريكيه سوف تختطف، كلها من التعبيرات التي كانت تشي الى ان ترامب حتى لو لم يعني حضرتك بتتوقع معايا صفوت؟ اعتقد ان مجريات الاحداث الثوره الاحداث داخل امريكا تذهب الى هذه الفوضى. يعني حضرتك بتتوقع معايا بوجود فوضى، تتوقع وجود فوضى في امريكا؟ الديمقراطيه في امريكا وقف هذه الفوضى سوف نشاهد خلال الساعات القادمه، لكن نحن بدورنا حتى تشرب امريكا من نفس الكاس نطالب بحمايه المتظاهرين، نطالب بعدم الاعتداء عليهم، نطالب من لهم الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن مقلهم في اجراءات الانتخابات الامريكيه الاخيره. ما هو هنا انا احترام حقوق الانسان. انا اختلف مع حضرتك يا صفوت بيه. صفوت بيه سامعني؟ الو المتظاهرين للتعبير عن رايهم السليم. صحيح نرفض صفوت بيه وهدم المؤسسات و يعني كنترول يا جماعه انا مش سامع هو مش سامعني. في نفس الوقت نطالب المؤسسات الامريكيه بضبط النفس والاجتماع على مطالب المتظاهرين. طيب انا الحق فيما يقولونه. طيب انا وتطبيق هذه الديمقراطيه اللي حاول الامريكان خلال عقود كثيره جدا استخدامها واستغلالها كشعار لتدخل في شؤون الدول الخارجيه خاصه دول الشرق الاوسط واللي ساعدنا من خلالها ربما يعني احتلال دول ونفس الفوضى في دول اخرى وإشعال لاقتحام الحروب الأهلية في دول ثالثة. كل ده بيقول أن ما كان يحذر منه دائما. طيب أنا هنتقل طيب سوف ينتهي بها لا محالة يوم من الأيام. طيب صفوت بحضرتك سامعني؟ معك فندم. طيب أنا مش هقطعك بس أنا عاوز أوصل لنقطة تانية
مهمة جدا. خلينا كده وصلنا أن هناك ربما تحدث فوضى في أمريكا، لكن النهاردة اعتراض المتظاهرين على النتيجة ده في حد ذاته شيء مش مؤدب وشيء مش محترم، هم كده ما بيحترموش الديمقراطية. بلا جدال الديمقراطية بتقول أن بايدن رئيس الاتحاد الأمريكي. بس خلاص يبقى نتفق أنه يعني هو إحنا كده بنحافظ على أرواح المتظاهرين، هم مش محافظين على نفسهم، نازلين يعترضوا على نتيجة، ده ما يعتبرش احترام للصندوق. لا ما هو الحقيقة في إشكالية للمواطنين فيها. التظاهر السلمي حق مكفول للجميع، وعلى مؤسسات يعني لا نرى الفوضى ولا ايضا نقبل بارجاع المظاهرين. طيب من يعترض على النتيجه الذي ان يعترض، لكن هناك مؤسسات قانونيه في امريكا اقرت باخره كونغري بصوت بايدن، لذلك يجب على ترامب وانصاره ان يعترف بهذه الانتخابات. طيب انا منطلق الفوضى اللي شفنا بداياته اليوم. طيب انا هنتقل مع حضرتك لنقطة جوهرية عشان وقت البرنامج، وياريت حضرتك توضحها لي بعد اذن حضرتك. المصالحة التي احنا مش شايفينها مش فاهمينها، يعني مصالحة ولا مش مصالحة؟ امبارح كان في وزير المالية القطري هنا في مصر بيفتتح مش عارف فندق، والرئيس مشكورا قال انه لن يتصالح في دم، والامر وكانت هناك مصالحه مع قطر والسعوديه وغيرها من الدول العربيه، فعايز افهم المشهد رايح لفين والموضوع ايه. طيب حتى يعني المشاهد يستوعب ما يجري، دعنا نقول بشكل واضح ان استهداف دول الرباعي العربي لقطر كانت اهداف مختلفة منذ البداية، لكن تلاقى الرباعي على مقاطعة قطر ب 13 هدف او 13 بل اجمالا كانت تهدد الدول الاربعة. فيما يتعلق بالنسبة للدولة المصرية بشكل واضح ومحدد، دعم قطر للجماعات الارهابية وتمويل الارهاب داخل الدولة المصرية، وايضا يعني تسويق الصورة في الداخل المصري وتوجيه الاعلام القطري يعني التقليل لمصر والتطاول بشان مصر السبب الرئيسي لهذه المقاطعه. ثم دول الخليج الثلاثه هي كان لديها مقاطعه مع قطر خلاف ملفات اقليميه زي الملف السوري، الملف اليمني، الملف الليبي، وبالتالي هناك كان خلاف مصالح. لكن بالنسبه لمصر هناك خلاف يتعلق بالدور القطري القذر في دعم الارهاب وتمويله في المنطقه العربيه كلها وبما فيها مصر. بالتالي الان امريكا تتحدث عن مطالبه بتدخلات امريكيه واضحه لدول الخليج بدعوى الاتفاق في مواجهه ايران، اللي هي بالحقيقه يعني ما زالت ايران حليف لقطر، ما زالت ايران الامارات اكبر شريك تجاري لايران، يعني لا نفهم يعني سر هذا العداء. لكن على كل حال هذه المصالحه ولدت من وجهه لان السعوديه قامت بها خلال هذه القمه الاخيره بحضور امير الكويت، بحضور الملك السعودي، بحضور في غياب الرئيس المصري ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد وايضا الملك البحريني. وده بيقول انه ربما الدول الثلاث مصر الامارات البحرين لديها تحفظات ما زالت على هذه المصالحه، خصوصا ان هذه المصالحه يعني حدثت حتى امس وفق البيان عن كلام اليها مع فكره التوافق العربي، المصالحه المشتركه، عدم التدخل في الدول الداخليه، لكن لم تتحدث ما هي الشروط التي 13 شرط اللي كان وضعهم التحالف الرباعي. طيب هل تتوقع صفت بيه، هل تتوقع معايا ان ترامب يستطيع ياخد قرار بضرب ايران في هذا التوقيت حتى يوقف تسليم السلطه لبايدن؟ ترامب لن يستطيع ضرب ايران، يبقى مجرد فزاعه ودورها هو فزاعه لنهب ثروات الخليج العربي. ايران موجوده في العراق بتحالف امريكي ولم تكن موجوده في المواطن المصريه بتدخل منفرد،
إرادة تحقق أهداف الانقسام في المنطقة لصالح الدول الكبرى. ليس الحقيقة الأمريكان يستخدمون ورقة إيران دائما فزاعة إفزاع وفزاعة للدول العربية خاصة دول الخليج العربي. وأيضا بالنسبة لهم إيران دولة دينية على غرار دولة إسرائيل، وبالتالي الحفاظ على هذا النموذج مهم جدا حتى لا تكون إسرائيل هي الدولة العنصرية الوحيدة في المنطقة. حتى أيضا إجبار دول الخليج العربي إلى الهرولة للتطبيع مع إسرائيل بحجة أنها سوف تحميهم من الخطر الإيراني. هذه ورقة لن يفرط فيها الأمريكان، إضافة طبعا بالطبع إلى أن ضرب إيران سوف يجعل منطقة الخليج العربي القواعد الأمريكية كلها في مجال متناول إيران. الدليل الآخر أن إيران بعد اغتيال قاسم سليماني وعلمائها داخل إيران نفسها لم تتخذ أي ردة فعل تثبت فيه أن أو تتخطى تتجاوز فكرة العداء اللفظي والعداء بالكلام والمكلمة اللي بتوجهها لأمريكا وإسرائيل. أنا ورقة للدول الكبرى تستخدم في المنطقة، والنظام السياسي الإيراني يستفيد من هذه الورقة فرض الدكتاتورية وفرض أجندته على الداخل الإيراني لمنع أي تغيير حقيقي لصالح الشعب الإيراني بالذات. وبالتالي أعتقد كل الأطراف تتحدث عند مرحلة الكلام فقط، ثم تأتي على الترابيزة تتفق من تحت الترابيزة على مصالح للطرفين بعيدا عن فكرة الحرب. الحرب في المنطقة المباشرة والحرب العسكرية المباشرة لن يتحمل فاتورتها أحد. وبالتالي النهاردة توجه العالم إما أو توجه الغرب عموما إما التفجير من الداخل وده اللي حصل داخل إيران، أو فكرة المصالح المشتركة ماذا سوف نربح جميعا من هذا. أنا متشكر جدا، متشكر لحضرتك يا صفوت بيه. إلى الغرب صفوت بيه، صفوت بيه، صفوت بيه، متشكرين، متشكرين صفوت بيه عمران مدير الشؤون السياسية بجريدة الجمهورية، متشكرين جدا لحضرتك على المداخلة الجميلة التي استمتعنا بيها، ويعني بنشوف المشهد العالمي ماشي ازاي، لان طبعا يعني اهل الذكر في هذه المسألة هم طبعا اهل السياسة اللي بيحللون المواضيع بشيء من التفسير والتوضيح، لان لازم نفهم الدنيا فيها ايه. يعني لو ما فهمناش هيبقى صعب علينا نعيش كده، ما ينفعش نعيش كده، لازم نفهم، لان احنا كيان، وكيان كبير، وكيان استراتيجي، وكيان مؤثر في العالم كله. كل العالم عارف مين مصر، كل العالم عارف الكيان المصري، كل العالم عارف مقدرة مصر وقدرة مصر. والحمد لله، الحمد لله ان يعني ان احنا مؤثرين ولينا كيان وموقع استراتيجي وموقع مؤثر، بالرغم من اننا لسنا من الدول العظمى، لكننا دولة عظمى بكياننا، دولة مؤثرة بتواجدنا، الحمد لله. كان برضو في شكوى من احد المحامين المحترمين، وكل المحامين المحترمين ان شاء الله، بخصوص المحاكم، يا ريت تبقى جاهزة معانا المداخلة. اللي أنا عايز أقوله يا جماعة، لازم نبقى عندنا نوع من أنواع الانتباه شوية. العالم بيشتعل من حوالينا، العالم بيغلي، كيانات بتقع، ديناصورات بتموت، ناس كانت بتتحكم في اقتصاديات العالم النهاردة إيطاليا بتقفل. أنت عارف يعني إيه إيطاليا قلعة الصناعة في أوروبا بتقفل بسبب كورونا؟ أنت عارف يعني إيه البرازيل تعلن إفلاسها؟ لازم تنتبه، الأحداث دي مهمة، ربما تكون في أحداث أخرى زي ما قلنا واتكلمنا مع حضراتكم دلوقتي على أمريكا وتسليم السلطة ومشاكل المتظاهرين. لازم نحترم الصندوق، نحترم الصندوق، نحترم الوضع الذي حدث، في واحد كسب نحترم الموضوع، والا يبقى احنا ما فيش احترام للصندوق، يبقى احنا الموضوع كده في تهريج. امال ازاي انتوا بتعلمونا الحريات؟ امريكا بتعلمنا الحريات وبتعلمنا ازاي نحترم
الصوت ونحترم الصندوق ونحترم النتائج اللي بتحدث، لازم يبقى في انضباط، لأن لو حدث وحدثت فوضى في أمريكا ستحدث فوضى في كثير من دول العالم. النهاردة الأستاذ صفوت عمران مشكورا وضح لنا أن إيران فزاعة ولن يحدث صدام، ولن يحدث، ربما لا يحدث كما قال صدام حرب ولا قتال بين أمريكا وإيران، ربما تكون الأمور فيها أشياء أخرى. فأنا عايز أقول لحضراتكم هذه هي الأمور الواضحة على الساحة. أستاذ حمدي جاهز معانا يا جماعة ولا؟ طيب لغاية ما نشوف الشكوى بتاعة أحد السادة الأفاضل من المحامين بخصوص المحاكم، لأن طبعا برضو المحاكم فيها جزئيات خطيرة جدا، محتاجين من السيد وزير العدل أن يكون هناك تعقيم لكل قاعات المحاكم، أن يكون هناك تعقيم لكل الأماكن التي يدخل فيها المتهمين ويخرج منها المتهمين، ويدخل الجمهور ويخرج الجمهور والموظفين، ويبقى التعامل عن بعد. الأستاذ حمدي الشيمي معايا؟ ألو؟ ألو؟ يا جماعة صوت. ألو؟ أيوه يا حمدي بيه، ازاي حضرتك؟ الصوت يا جماعة في الكنترول يا جماعة، الصوت. ألو؟ الأستاذ حمدي الشيمي، الأستاذ حمدي الشيمي معايا، ألو؟ وائل بيه معاك يا وائل بيه، ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم، عامل ايه؟ حضرتك قابلتني وقلت لي لازم يعني في شكوى يعني قبل أن تحدث الكوارث يعني. طبعا. فممكن أسمعها من حضرتك؟ هو أنا يعني أنا الأول بحيي حضرتك وبسلم عليك. شكر. على أساس إن أنت طبعا الحمد لله بتهتم بالقضايا اللي بتلمس الشعب وبتلمس الفقراء ومحدودي الدخل والمترددين على المحاكم. يا رب. فبنشكرك، بنستغل هذه الفرصة وبنشكرك وبنشكر قناتك. شكر لحضرتك. وربنا يوفقكم على هذا المنهج، هذا النهج يعني. يا رب تقبل. أبدا هو قلبي، وأنا كنت بس بالنسبة للإجراءات في المحاكم. إحنا إن عندنا قضاة عظماء بيقدموا أرواحهم هدية إن في إرساء الحق والعدالة، إن كل واحد ياخد حقه. تمام. فإحنا لازم يبقى فيه برضه نظرة بالمسؤولين، إن إحنا والمسؤولين والجمهور والمترددين على المحاكم، إن إحنا نساعده في أداء عملهم. وأنتم القضاء الواقف. الله يكرمك، الله يكرمك. فطبعًا إحنا في خدمة العدالة يا وائل بيه. تمام. وأنت حضرتك طبعًا عارف، فالنهارده لما يجي النهارده في المحكمة لازم يبقى فيه تطهير وتنظيف دائما قبل وبعد ووسط الجلسة. طب انت شفت مخالفات معينة ممكن تقولها لي؟ لا، هو المخالفات المعينة دي بقى هي بتيجي للأسف من الجميع. النهاردة تبقى حاضر في جلسة جنح مستأنف، يعني ممكن حضرتك تشوف واحد في المحكمة مش لابس كمامة مثلا؟ كتير، بس الشرطه عامله الدور اللي عليها وكله عامل، وفي ناس بتوجه وبتوجه على الاجراءات الاحترازيه. ولكن للاسف ما فيش التزام. انا النهارده لما اجي في جلسه جنح مستأنف في المتهم جاي ومعاه خمسه والمحامين وكل بيحصل ازدحام، لازم يبقى في ترتيب وتنظيم عشان نساعد القضاء على اداء عملهم. يعني والموظفين، ما هي الموظفين برضو، ما هي الموظفين بيتعاملوا مع جمهور يا حمدي بيه. هو برضه بيتعامل بيبقى في الجلسه وبعد كده بننتقل للموظفين. لازم الكل يتعاون حتى نمر من الازمه دي، ربنا يعديها على خير. احنا بلد الحمد لله رب العالمين في وقت الازمات بنظهر. فانا النهارده المفروض ان انا بقى في المحكمه برضه التزم، ويبقى في التزام على المسؤول. طب انت شفت واحد من المتهمين، شفت واحد من المتهمين مثلا في الترحيلات مش لابس الكمامه مثلا؟ لا، هو الكمامه دي بتتلبس لما يجي داخل الجلسه. طبعا حفاظا على ارواح القضاء والمحامين. تمام. انا عاوزها تبقى دايما الكمامه دي ما حدش يلاقيها في اي مكان المتهم لابسها. طيب بمناسبه حضرتك معايا، ايه راي حضرتك في الطريقه الالكترونيه الجديده في بعض المحاكم اللي هو التعامل عن بعد عن طريق
الشاشات مش مطبقه في جميع المحاكم اللي هي التجديد اونلاين مش مطبقه؟ لا مش مطبقه، لا انا حضرت في شمال القاهره في العباسيه بتطبق في بعض القاعات وبعض القاعات لا في في محاكم لسه لسه ما اتفعلتش يعني. لا مش معممه يعني عندنا في شمال الجيزه مش معممه، في جنوب الجيزه مش معممه. ودي برضو في يعني في حاجه كويسه وسيله كويسه. طيب ما اثرتش الاجراءات الالكترونيه الجديده دي ما اثرتش في حق المتهم وفي حقك عن الدفاع عنه؟ لا هي يعني هي واحنا برضه لسه هي لسه تجربه جديده ومش هيبان اثارها دلوقتي. انا ببقى حاضر في الجلسه قدام القاضي والمتهم معايا على الشاشه. برضه المتهم برضه يعني احنا محجوبين عنه. يعني ما بيبقاش في تواصل لان النهارده بيبقى نخالف القاعده بتاعتنا. ما هو محجوبين عنه برضه عشان خاطر الكورونا يا حمدي بيه برضه. برضه المبدا والقاعده ان لا يجوز الفصل بين المتهم والمحاميه. انا النهارده ببقى برضه ببقى عاوز مثلا كان اسال المتهم اللي كان المتهم ليه مظلمه ليه شكوى ليه توضيح. طب هيوضح ازاي للقاضي؟ ما هو القاضي ممكن يعني يتكلم مع المتهم ومن حقه يتكلم مع المتهم ويستجوبه. برضه دي هتمنع شويه ولكن عشان الظروف اللي احنا فيها بس تعدي وبعد كده الامور تبقى تسير زي ما هي. طيب هي 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 انا بشكرك على 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 روحك الجميله وبشكرك على اهتمامك ومتشكر جدا. كان معانا الاستاذ حمدي الشيمي المحامي بالنقد. مداخلتك جميله وتوضيحك وصل. وانا رسالتي من هذا البرنامج اللي هو ضد الفوضى رسالتي للساده القضاء المحترمين وكل قضاة مصر الحمد لله محترمين. معانا مداخله اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اسمي صابر محمد فهمي. اتفضل. فاتح قهوه بلدي في مساكن شيراتون. تمام. جالي رئيس شرطه المرايه في يوم 24/8 الساعه 11 بالليل. خد مني البطاقه و25 كرسي. فوجئت لقيت 24/12 جايه لي قضيه بكسر حظر وحكمت عليا ب 50,000 جنيه. هو جالك الساعة كام يا أستاذ صابر؟ الساعة 11 يا معالي الباشا. الكاميرات عندك بتثبت الكلام ده؟ بس الكلام ده كان 24/8. مش عندك كاميرات في المكان؟ عندي كاميرات لو يقدر. طيب. حد يقدر يجيب الشهرين اللي فاتوا دول انا ما فيش مشاكل. براءتها سهلة جدا يا أستاذ صابر. لو عندك الكاميرات هتثبت التاريخ هتقدمها للمحكمة واخد بال حضرتك؟ موضوعك هيخلص. ما كسرتش حظر بس أنت بتحافظ بقى في الكافيه بتاعك أو القهوة بتاعتك على الإجراءات الاحترازية؟ أنا محافظ على الإجراءات الاحترازية. يعني الناس عندك كلهم لابسين كمامة؟ عندي كلهم اتنين صناعية بس لابسين كمامة؟ لابسين كمامة. طب والناس اللي قاعدة مش لابسة كمامة؟ نعم. الناس اللي قاعدة عندك مش لابسة كمامة؟ حضرتك أنا بفرش ترابيزة بره في الهواء. لأن أنا في قلب مول. فما هي الترابيزة دي اللي جه خد الكراسي بتاعتنا كلها. والقهوه جوه كانت فاضيه اساسا. طيب انا برضو انا اقول هي براءتها سهله براءه القضايا اللي زي دي طالما ما كسرتش الحظر وطالما حضرتك ما عندكش حاجه مشينه والامور ماشيه في نصابها الصحيح خلاص انت تقدر من خلال كاميرات حضرتك. وخلي بالك الموضوع دي بسيطه جدا حتى لو الجهاز عندك ما بيحملش لا في ناس مختصين بهذا الامر بيسترجعوا الذاكره لو بقالها سنه او سنتين. موضوع بسيط على فكره. تمام يا باشا انا هشوف حد يجيب لك يسترجع لك الامر. وخلي بالك برضه في نقطه اتفضل طالما ما كسرتش الحظر خلاص لكن لو كسرت الحظر تستاهل. لا لو كسرته استاهل. انما انا يعني انا دلوقتي انا بكلم حضرتك وانا قاعد في البيت انا قافل الساعه 12 بالدقيقه. طيب ربنا يحفظك ويرزقك ويوسع عليك. كان معانا الاستاذ صابر في مداخله. انا يا جماعه عشان ما يعني وقت برنامجنا يعتبر كده خلص فأنا بشكر حضراتكم وبقول لكم الرسالة الأولانية اللي قلتها في أول برنامجي قبل ما أختم مع حضراتكم رسالة من قلبي. خلي قلوبكم نظيفة وارحموا بعض ارحموا بعض عشان ربنا يرحمكم. أنا من خلال برنامج ضد الفوضى بنعي الأستاذ خالد الناقر المدير المالي والإداري الذي وافته المنية بسبب فيروس كورونا منذ أيام. أنا بنعيه وكان عنده طبعا يعني رحمة الله عليه كان بيغسل كلى وأصيب بالكورونا
فطبعا مرض مزمن مع كورونا ده يعني رحمة الله عليه، ربنا يرحمه رحمة واسعة، ونعزي ونواسي أهله وأولاده، إن ربنا يرحمه ويجعله في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، ويسترها علينا ربنا، ونعدي الفترة دي على خير، ويحفظ ولادنا، يحفظ بناتنا، ارحموا بعض، ارحموا بعض، أبوس إيديكم، ارحموا بعض، ارحموا بعض يا جماعة، عشان ربنا يرحمنا ويرحمكم. كنت معاكم، يا رب تحفظ بلدنا وتعدي الأيام على خير، وأشوفكم على خير، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله.